يبقى معنا أصول المسائل، أصول المسائل عندهم، أصول للمسائل. يعني المسألة الآن من كم المسألة؟ أي مسألة فيها فرض من هذه الفروض الستة ما تخرج عن أصول كم؟ سبعة. أصول المسائل كم؟ سبعة. 2، 3، 4، 6، 8، 12، 24. كم هذه؟ سبعة. واضحة بإذن الله. كم؟ 2، 3، 4، 6، 8، 12، 24. انتبه معي. مسألة فيها اثنين الآن. الاثنين ايش فيها؟ بدون كسر. نصف، نصف الاثنين كم؟ واحد. إذن أي مسألة فيها نصف من كم تكون؟ من اثنين. انتهينا من الاثنين الآن. تعال الثلاثة، الثلاثة فيها نصف؟ واحد ونص، لا ما يأتي. فيها ثلث وثلثان. إذن أي مسألة فيها ثلث؟ ثلثان من ثلاثة. تمام. ما أربعة، الأربعة ايش فيها؟ فيها نصف وفيها ربع. إذن أي مسألة فيها نصف وربع تكون من؟ انتهينا من أربعة. تعال الستة، فيها نصف؟ نعم. فيها ثلث؟ نعم. فيها ثلثان؟ نعم. فيها سدس؟ أربع أشياء صح؟ نصف الستة وثلث الستة؟ اثنين. والثلثان؟ أربعة. وسدس الستة؟ واحد. تمام. تعال للثمانية، نصف الثمانية؟ أربعة. وربع الثمانية؟ اثنين. وثمن الثمانية؟ واحد. انتهينا منها. فيها ثلث ثلثان؟ لا. تعال للاثنى عشر، اثنى عشر فيها خمسة، فيها النصف كم؟ ستة. طيب والثلث؟ أربعة. والربع؟ ثلاثة. والسدس؟ اثنين. والثلثان؟ الثلث كم؟ الثلث أربعة، والثلثين أربعة زائد أربعة ثمانية. إذن خمسة أشياء فيها، 24 فيها كل شيء. نصف 24 12، والربع 6، والثمن 3، والثلثان 16. كيف 6؟ كيف تجي 6؟ 24 ثلثها كم؟ 8. الثلثين 8 زائد 8 16. تمام. ايش بقي معنا؟ السدس. سدس ال 24 كم؟ 4. يا اخوانا جدول 4 فقط، ما لا تزيد عن جدول 4. أعيد لا إشكال. اثنين فيها نصف، نصف الاثنين واحد. الثلاثة ثلث الثلاثة واحد، وثلثي الثلاثة اثنين. انتهينا. تعال لي الأربعة، فيها نصف وربع. نصف الأربعة اثنين، وربع الأربعة واحد. كم؟ ستة. نصف ثلاثة، ثلث اثنان، ثلثان أربعة، سدس واحد. تعال للثمانية، فيها نصف وربع وثمن. نصف الثمانية أربعة، وربع الثمانية اثنان، وثمن الثمانية واحد. أما الستة فيها النصف ثلاثة، والثلث اثنان، والثلثان أربعة، والسدس واحد. انتقل إلى اثنى عشر، فيها خمسة أشياء قلنا فقط. الاثنى عشر ما فيها الثمن، والأربع عشرين فيها كل شيء. مفهوم؟ تمام. تعبت؟ اسمع، ارتاح. أي مسألة تصعب عليك اجعلها من 24 ولا إشكال، وخلاص وارتاح. إيش رأيك يا شيخ؟ يصح؟ وإذا انتهيت اختصر المسألة. صعبة هذه المسألة؟ مفهوم؟ أي مسألة فيها فرض وتعبت ما عرفت تكتب أصل لهذه المسألة، حط 24 وارتاح. خلاص يا شيخ؟ أيوة، الحمد لله رب العالمين. لكن فترك تطويل الحساب ربح. تضع من 24 ثم آخر شيء اختصر المسألة صحيحة 100%. مفهوم؟ تمام. يلا يا شيخ. قال رحمه الله: بالفرض والتعصيب إرث ثبت. في الفرض في الكتاب ستة أتى: ربع وثلث نصف كل ضعفه، والاجتهاد غير هذه مصرفه.